اخر مرة دكتور صبر نبلغ كلنا عن التأثير الداخل على العسل الإيجابي. هو حسيت بالعسل دلوقتي باهية في البيت وباهية الأرض تشرب منها وكلها ما لعبها برشا منها يزيد الحصى يزيد الوصول الرئيسي الفرقان الزيتون الجنة والخضرة عايشه مره سمك ربيه مره خمس جت المخر والعام طلع شهور من اول اما تو مطره ثانيه تسلم تصلي عني بي ربي ارحمنا الحمد لله زي ما نحمد ان شاء الله. ما بالنسبة للصيف الصراحة كنا في مرة كنا معتمدين شوية.